محمد سليم يقدم لكم. هذا واحد عنده حلال، حلال ما شاء الله تبارك الله. المهم الريال هذا طايح فيها الحليب، يحلب منها الخلفات ويشرب، يعبي هالكرشة كل يوم، يحلب له ناقة ناقتين ثلاث، يلتح 30 لتر. المهم في هالكرشة يعبي هالكرشة، طاحن فيها الحليب طيحة غير طبيعية. المهم في يوم من الأيام شاءت الأقدار وجاه مالطية بسبة موضوع الحليب. المهم الرجال جاه مالطية، يا وجه الله يا مصديم اطلع يا الله يا وجه الله، وش ذا الوجع اللي في بطني؟ اعوذ بالله، براكين وزلازل في بطني، وانا الدفاع المدني وينه؟ وانا الدفاع يطفي النيران اللي في هالبطن؟ لا الله لا يبارك في حليب يا وجه الله، بكل حق علي صنهات صنهات يا لبيه يا صنهات، بكل حق علي يا رجال، الحق ودن يد اختبر. وش السالفة؟ شربت حليب اللي جاب فيك العيد يا ابن الحلال؟ ودي للدكتور، ما ادري ايش اللي صابني في بطني، نيران يا ابن الحلال نيران، انت ترى ما في بطني تقول اشروختن في يوم عيد تفرقع، بكودني لا الدكتور يا صنهات. يا ابن الحلال تشرب من هالحليب وتعبي هالكرشه، هل تنها محراب مسجد من برا؟ يا ابن الحلال ترك التعاليق عنك، ودي للدكتور ابن الحلال، ودي للدكتور، ودي للدكتور ابن الحلال المصري اللي اسمه محمود اللي في اطراف الحاره. يلا يا ابن حلال مش للدكتور، انا لا يبرد فيك انت وياه. يا دكتور بكل حق علي يا دكتور، الحق الحق علي يا وجه الله، يا وجه الله بطني 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 بطني. ايه مالك مهبب؟ ايه شرب؟ ايه اكلت؟ ايه قول اكلت؟ ايه يا ابن الحلال ما كليت ولا شيء، بس شربت من حليب الخلفة. حليب خلفة؟ اي نعم حليب الخلفة. حليب خلفة يا ابن حلال ما تعرفه؟ حليب خلفة؟ لا أول مرة أسمعه ده. بعرف حليب نادك، حليب المراعي الصافي. يا ابن الحلال مو بالشركات ذي يا ابن الحلال، هذه شركة الرجال اللي قدامك ذا، شركة حلالة، حلالة النوق حقته. إيه حليب خلفاتي يا ابن الحلال، لا يبارد فيك. خلفاتي يا ابن الحلال؟ حليب خلفة؟ خلفة يعني إيه؟ يعني الناقة. ناقة يعني إيه يا ابن الحلال؟ مرت البعيرة شفت الجمل؟ اوه عرفه امرته، الله لا يبارك فيك انت وصلعتك، هل تنهد حجارة الجدية؟ اي والله امرته، امرت الجمل شربت حليبها وعور بطني. اوه بس عاوز اسألك سؤال وعاوزك تجاوبني بصراحة، بس ابك اسأل. اخلص يا ابن الحلال بطني، اخلص اسأل. انت قبل ما تشرب الحليب عاوز اسألك سؤال بس تقولي الحق. والله لا اقول لك الحق، بس بقى السؤال، انت قبل ما تشربه الحليب ده بتغليه؟ بتغليه؟ قول الحق بتغليه؟ يا والله اللي اغليه، انا اشهد اني اغليه، والله اني اغليه، واحب حب ما حبيته مره، واحبه اكثر من عوالي ومن ام العوال. اي والله اغليه وعشقه واموت فيه، عزيز على قلبي، والله انه عزيز على. اي والله اغليه. يقولون يا جماعه الخير المصري من كثر الضحك انهبل وجاء خفاف، ترك الطب وعالجوه مستشفى شهار في الطايف. خف المصري الحمد لله ترك الطب وفتح محل في شارع الوزير يبيع فيه طعمية وكشري، والحمد لله مبسوط وبخير وعافية.